بعد فشل جميع المفاوضات السياسية بين مصر وأثيوبيا بشأن المدة اللي هيتم فيها ملء خزان سد النهضة، وإعلان أثيوبيا رسمياً بدء ملء خزان السد، يا ترى إيه هي السيناريوهات المترتبة على سرعة ملء خزان السد؟ وهل مصر قادرة على التعامل مع المشاكل المترتبة على كل سيناريو منهم؟ وليه بالتحديد سد النهضة هو اللي عامل المشكلة؟ وهل سد النهضة هو السد الوحيد على النيل؟ هنجاوب على الأسئلة دي بالتفصيل في الفيديو. نهر النيل هو الأطول في العالم بطول يصل ل 6650 كيلومتر. نهر النيل بيتكون من رافدين، النيل الأزرق والنيل الأبيض. النيل الأبيض منبعه بحيرة فيكتوريا، النيل الأزرق منبعه بحيرة تانا في إثيوبيا. كل بحيرة منهم بتغذي نهر النيل بنسبة مياه مختلفة. المياه اللي بتوصل مصر 60% منها بتيجي من بحيرة تانا في إثيوبيا عن طريق النيل الأزرق. خلال موسم الأمطار واللي بيكون من شهر يونيو لشهر سبتمبر، 80% من مياه النيل الأزرق بتتكون من الأمطار الموسمية. النيل الأبيض والنيل الأزرق بيتقابلوا في الخرطوم عاصمة السودان. الدول اللي بيمر من خلالها النيل بتسمى بدول حوض النيل، كل دولة من دول الحوض ليها نسبة مياه مختلفة. دول المنبع زي إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا بيعانوا من مشكلة ضغط المياه، وهي ان لكل شخص من الدول دي 1700 متر مكعب من المياه سنويا، في حين ان باقي دول الحوض زي بوروندي، رواندا، جنوب السودان، السودان، مصر، الدول دي بتعاني من مشكلة ندرة المياه، وهي ان لكل شخص اقل من 1000 متر مكعب من المياه سنويا. المشكلة الأكبر اللي بتواجه الدول دي هي الكثافة السكانية، لأن كل ما الكثافة هتزيد حصة كل فرد من المياه هتقل. عام 2019 عدد سكان دول حوض النيل وصل ل 390 مليون نسمة، وفي عام 2030 عدد السكان هيوصل ل 504 مليون نسمة، بزيادة تصل ل 114 مليون نسمة. في الرسم البيان اللي قدامنا بيوضح نسبة النمو السكاني خلال العام. لو جينا نشوف عام 2016 نسبة النمو السكاني العالمي كانت 1.18%، في حين ان نسبة النمو السكاني في دول حوض النيل اعلى من كده بكتير، واللي هيؤدي في المستقبل في تفاقم مشكلة ندرة المياه. اكتر الدول تضررا من مشكلة نقص المياه هي مصر. لو جينا نشوف على الخريطة هنلاقي ان 90% من مساحة مصر عبارة عن صحراء. لو جينا نشوف مصر من خلال القمر الصناعي هنلاقي شريط أخضر رفيع بيمر خلال صحراء واسعة. نهر النيل يعتبر هو مصدر المياه الوحيد لمصر، علشان كده وعلى مر التاريخ المصريين أطلقوا عليه اسم شريان الحياة. 97% من المياه العذبة في مصر مصدرها مياه النيل. لو عاوز تعرف مدى أهمية النيل لمصر، خريطة الكثافة السكانية في مصر هتجاوب على السؤال. 98% من المصريين عايشين على مساحة 3% من مساحة مصر. معظم مياه نهر النيل بتيجي من إثيوبيا، وزي ما قلنا قبل كده عن طريق الأمطار الموسمية. ولأنها موسمية فدي مشكلة تانية، لأن نسبة الأمطار بتختلف من موسم للتاني. علشان كده قدماء المصريين بنوا على جانب النيل أحواض ضخمة يخزنوا فيها المياه ويستخدموها في مواسم الجفاف. النيل هو أساس بناء الحضارة المصرية، وقدماء المصريين قسموا السنة لثلاث فصول بناء على مياه النيل: فصل الفيضان، وفصل الزرع، وفصل الحصاد. خلال القرن 19 وأثناء فترة حكم محمد علي باشا، كان عاوز يزود الرقعة الزراعية في مصر ويزود تنوع المحاصيل المزروعة، فكان لابد من التحكم في مياه النيل علشان يقدر يزرع طول السنة حتى في شهور الجفاف. بنى القناطر الخيرية على فرعي دمياط ورشيد. وأثناء الاحتلال البريطاني لمصر، بريطانيا عملت مشاريع زراعية في مصر للسماح بالري على مدار السنة،
عام 1902 تم الانتهاء من بناء سد أسوان المنخفض، وكان أكبر سد في العالم وقتها. تم زيادة ارتفاع السد مرتين، مرة عام 1912 ومرة تانية عام 1934. السد نجح في توفير مياه على مدار العام لمصر. نجاح السد أدى للتفكير في بناء سد تاني أكبر ويولد كهرباء، وده اللي حصل عام 1970. تم الانتهاء من بناء السد العالي في أسوان، وهو أكبر سد على طول النيل. السد العالي كون خلفه بحيرة ناصر، واللي طولها 550 كيلومتر، وهي سادس أكبر بحيرة صناعية في العالم. زي ما قلنا قبل كده إن الكثافة السكانية في مصر متمركزة حول وادي النيل والدلتا. 70% من الكثافة السكانية موجودة في منطقة الدلتا، ونصف الإنتاج الزراعي لمصر موجود في الدلتا. مشكلة تانية هتواجهها مصر بسبب التغير المناخي، منسوب مياه البحر بيرتفع، جزء كبير من دلتا مصر هيغرق. لو منسوب مياه البحر ارتفع متر واحد فقط، هتكون النتيجة غرق ربع مساحة الدلتا. لذلك كان لابد على الحكومات المصرية تقليل الكثافة السكانية في منطقة الدلتا، والحل كان إيجاد مناطق زراعية أخرى بخلاف الدلتا والوادي. عام 1978 بدأت الحكومة في بناء قناة السادات شمال غرب بحيرة ناصر، واللي بتقوم بنقل المياه من بحيرة ناصر لمنخفض في الصحراء الغربية. في الفترة ما بين 1997 ل2001 تكونت بحيرات توشكا. المشروع ما نجحش بشكل كامل لسببين. السبب الأول تجمع المياه وعدم استخدامها بشكل أمثل، وده أدى لحدوث السبب الثاني وهو تبخر المياه. مشروع آخر للحكومة المصرية وهو مشروع الوادي الجديد. المشروع تم اقتراحه عام 1968، وهو عبارة عن إقامة وادي جديد موازي لوادي النيل، وبيربط ما بين الواحات الموجودة في الصحراء الغربية. عام 1997 الرئيس السابق حسني مبارك بدأ في تنفيذ المشروع بعمل قناة الشيخ زايد. تم بناء محطة ضخ مياه ضخمة جدا على بحيرة ناصر، ومهمتها ضخ المياه من بحيرة ناصر لقناة الشيخ زايد. وبالفعل تم بناء مناطق زراعية جديدة. لغاية النهاردة المرحلة الأولى فقط من المشروع هي اللي تم إنشائها، وقناة الشيخ زايد ما وصلتش لأول واحة. وزي ما قلنا قبل كده إن المشروع تم تصميمه لربط جميع الواحات في الصحراء الغربية معا. الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أعلن إنه هيكمل المشروع. في الوقت الحالي في أكتر من سد تم بناؤه على نهر النيل، زي سد سنار في السودان، واللي تم بناؤه عام 1925 لري سهل الجزيرة الموجود ما بين النيل الأبيض والنيل الأزرق. وسهل الجزيرة هو واحد من أكبر مشاريع الري في العالم. عام 1966 تم الانتهاء من بناء سد روزيريس الموجود في السودان، وتم استخدامه في مشاريع ري محيطة به. عام 2009 تم الانتهاء من بناء سد مروي في شمال السودان، والسد تم إنشاؤه من أجل إنتاج الطاقة. نروح لإثيوبيا، ومن بداية التسعينات تم بناء أكتر من سد لتوليد الطاقة. الحكومة المصرية انتقدت بشدة بعض مشاريع إقامة السدود في إثيوبيا. مثال على مشروعات إثيوبيا الضخمة على النيل محطة باليس للطاقة الكهربائية، واللي انتهت عام 2010. الحكومة المصرية اعتبرت المشروع ده استفزازي للدولة المصرية. قلق مصر من بناء أثيوبيا مشروعات ضخمة على نهر النيل هو إن أي تلاعب في حصة مصر من مياه النيل بيشكل محبس على الإرادة المصرية. لكن أكبر مشكلة بين الدولتين هو مشروع سد النهضة، واللي تم بناؤه في منطقة بني شنجول المتنازع عليها على حدود السودان. بقدرة توليد 6000 ميجا وات من الطاقة الكهربية، يصبح سد النهضة هو الأكبر في أفريقيا، بارتفاع 145 متر وعرض 1.8 كيلو متر. مشكلة السد في الخزان بتاعه.
الطاقة الكهربية المتولدة عن السد هي ضعف اللي الدولة محتاجاه، فسد النهضة مش بس هيوفر الطاقة لإثيوبيا، ولكن هيجعلها أيضا دولة مصدرة للطاقة. خزان السد هيكون الأكبر في أفريقيا بعد الانتهاء من ملئه، وملء الخزان هيحتاج من 3 سنين ل 15 سنة. إثيوبيا عاوزة تملأ خزان السد في أسرع وقت ممكن، وده هيتسبب في حدوث كوارث على المستوى الاقتصادي والزراعي والبيئي لكل من السودان ومصر. ايه هي السيناريوهات اللي ممكن تحصل في مصر خلال فترة ملء خزان السد؟ السيناريو الاول، سيناريو ملء الخزان خلال 3 سنوات او اقل. خلال الوقت ده أثيوبيا هتحتجز مياه النيل بشكل كامل، وده هيسبب عجز لمصر يتخطى 50% من حصتها من مياه النيل، وده هيؤدي لحدوث جفاف حاد وتآكل أكتر من نصف المساحة الزراعية لمصر، وتهديد للتنوع الحيوي للنهر من نباتات وطيور وأسماك. السيناريو الثاني، سيناريو الخمس سنوات. خلال الفترة دي العجز المائي لمصر هيوصل ل 36%، وده هيتسبب في تصحر نصف المساحة الزراعية لمصر وفقدان 15% من إجمالي القوى العاملة في مصر. السيناريو الثالث، وهو السيناريو السبع سنوات. العجز المائي خلال الفترة دي هيوصل ل 22% وفقدان 30% من مساحة مصر الزراعية و9% من إجمالي القوى العاملة في مصر، واختفاء بعض النباتات الهامة من نهر النيل مثل النباتات البردي وبعض الطيور المهاجرة، ودخول مياه البحر بشكل أكبر في أراضي الدلتا. السيناريو الرابع، سيناريو العشر سنوات. العجز المائي لمصر هيوصل ل14% وفقدان 18% من مساحة مصر الزراعية و6% من إجمالي القوى العاملة. المخاطر البيئية من السيناريو الرابع هي نفسها المخاطر البيئية الموجودة في السيناريوهات السابقة، ولكن بشكل أقل. السيناريو الخامس، واللي اقترحته مصر مؤخرا، وهو سيناريو 21 سنة. نسبة العجز المائي خلاله هتكون قليلة، وهتقدر مصر تعوض نقص المياه عن طريق استخدام المياه الجوفية أو مصادر المياه المتجددة. تعالوا نشوف بالقمر الصناعي شكل الدلتا هيكون عامل ازاي خلال فترة ملء الخزان وفقا للسيناريوهات السابقة. عاوزين نوضح ان اي سيناريو لملء خزان سد اثيوبيا في فترة اقل من 10 سنوات هتكون نتائجه كارثية على مصر. اكتبوا لنا في التعليقات ايه توقعاتكم بخصوص سد اثيوبيا والمخاطر اللي هتواجهها مصر الفترة القادمة. ما تنسوش تدعمونا بعمل لايك وشير للفيديو، وتفرجوا على باقي الفيديوهات، واعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يجيلكوا كل جديد. والسلام عليكم.